السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تسنيم أنتسابيل وورد. وما زلنا مستمرين في سلسلة الشهيوات المغربية، وبالنسبة لفيديو اليوم سوف نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة في أي بيت مغربي، وهي طارت دو بون أو لا فطيرة التفاح. كيفما كتشوفوا معنا المكونات، غادي نحتاجو 4 البيضات، كاس العنبة ديال الزيت زيت المائدة، كاس عصير الليمون بيغ، كاس سكر سنيدة، وكاس الكوك. كنحتاجو دانون كاس ديال الياغورت بأي نكهة بغيتو، ولكن يستحسن أنه يكون فاني، أو ساشي فاني، أو 3 ساشي ديال الخميرة الكيماوية أو البيكينغ باودر، فوالا، أو معلقة صغيرة ديال الملحة أو لا حسب كل واحد حسب الذوق ديالو، الملحة أو السكر كل واحد على حسب الذوق ديالو. وهنا طحين حسب الخليط، يعني عينك ميزان، حيت ما نقدرش نقول لك العبار بالضبط، حيت كاين الطحين اللي كيكون ثقيل وكاين خفيف، يعني داكشي عينك ميزان، ولكن غادي نوريكم لا تكستور ديالو في الاخر. وهنا عندنا المكون الرئيسي لهذه الوصفه وهو التفاح، غادي نقطعوه شرائح متوسطه الحجم الى رقيقه الحجم، فوالا. التفاح خاصو يكون احمر اللون، يعني يكون طيب مزيان باش تنجح لكم هاد لاطارت هادي. على بركه الله دابا غادي نبداو نحطو المكونات في الكاس ديال المولينكس ونخلطو المكونات. غادي نبداو اول حاجه بربعة البيضات، ربعة البيضات، ولا كنتو بيتو ديرو اكثر ضعفوا المكونات، المهم داكشي على حسب عدد افراد الاسره. غادي نضيفو كاس سنيده، كاس العنبه سنيده، داكشي على حسب الذوق ديالكم، كل واحد وشحال غادي يدير في القياس ديالو. كاس ديال عصير الليمون بيغ عصرناه، وغادي نحطوه تما كيعطي واحد لوغو مانيفيك. كنصحكم انكم تخلطوا الفاني والليمون حيت كيعطي واحد المذاق رائع جدا. قبصه ديال الملح، داكشي على حسب الذوق ديالكم كذلك، و ياغورت ديال الفاني، غادي نحطوه بالكامل. غادي نضيفو ساشي فاني، غادي نميكسيو هاد المكونات بالكامل حتى يذوب السكر، وغادي نزيدو كاس ديال الزيت حيت الزيت مع السكر كيخليه صلب، ما كيقدرش انه يتطحن، خاصة نطحنو هاد المكونات مزيان ما يكون لا تكتلات لا حتى حاجة. المهم دابا غادي نميكسيو هاد المكونات. دابا بعد ما حسينا بالعناصر كامله انسجمت، غادي نضيفو داك كاس الزيت اللي خلينا في الاخير، اللي قلت لكم خصنا نطحنوا المكونات هي اللي نزيدو كاس الزيت، فوالا. وغادي نميكسيو عاوتاني المكونات مزيان باش ما يكون لا تكتلات لا حتى حاجه، هاد المرحله مهمه جدا.
نبداو نزيدو في الدقيق الابيض بالتدريج حتى نحسو باللي حسينا باللي لا تيكستور ديالو بدات تولي ان بو بري كريموز يعني غادي نحبسو ونحطو في شي بول ونبداو نخلطو الدقيق نضيفو الدقيق حتى نحسو باللي لا تيكستور ديالو ولات ثقيله. المهم هاد المرحله هادي اللي وريتكم دابا كتخلي ان الكيك يجي طالع مزيان ويجي فيه واحد الفوليوم. المهم غادي نكمل معكم المكونات بالكامل حتى الاخير. المهم غادي نكملو داكشي اللي باقي لينا ديال الدقيق حتى نحسو بلا تيكستور ولا ثقيله كما قلت لكم في الاول. شوفوا مثلا لا تيكستور ديالو كي دايره. بعد ما حطينا الخليط بالكامل دابا غادي نبداو نزيدو في الكاس ديال الكوك اللي وريتكم قبيله كاس الدقيق المتبقي ديالنا حتى نحسو بلا تيكستور ديالنا ولا ثقيله. غنوريكم كيفاش غادي تكون لا تيكستور في الاخر وغادي نحركو مزيان باش ما يبقاوش يتفورماو لينا دوك التكتلات تما. خاص ضروري ضروري في هاد المرحله يكون التحريك مستمر. هانتوما كيفما كتشوفو معايا غادي نضيف عاوتاني الدقيق. هانتوما عينكم ميزانكم حتى غادي تحصلوا على الخليط المناسب. هي اخر اضافه ان شاء الله غادي نزيد ديال الدقيق. ودابا غادي نحطو الخمارات ديالنا هما اخر حاجه. فوالا لا تيكستور اللي بغينا نحصلوا عليها دابا. هانتوما شوفوا معايا هذا هو الخليط اللي بغينا نحصلوا عليه. صراحه الريحه ديال الليمون والريحه ديال الفاني مانيفيك. ودابا غادي نحضروا المول ديال البول المول ديالنا. فوالا هذا هو المول اللي غادي نستعمل انا. المول اختياري بلا فورم اللي بغيتو غير هي نفس المكونات اللي كاين. المهم المول اللي حب لكم الخاطر ديالكم تقدروا ديروه. المهم بعد ما درت فيه شويه الزيت ودرت عليه شويه الدقيق باش ما يلصقش لينا داك الشيء اللي غادي نحطو فيه. وتقدروا ديروا فيه ورق الزبده. هانتوما شوفوا طريقه كيفاش كنحط الكيك ديال او لا بلوتو لا طارت. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال لورغانيزاسيون ديال لي بون. فوالا بعد ما قطعنا الشرائح كيف ما وريتكم في الاول ها نتوما كيفاش كنستفوه. وغادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا لا طارت كامله.
غادي نستمروا بهذه الطريقه وغادي نوريكم في الاخر الشكل النهائي ديال التفاح دمستفناه بالكامل. المهم بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقيو به لاطارت غادي نحتاجوا كاس ديال العنبه ديال عصير الليمون، غادي نشعلوا عليه البوطه تيسخن، هي اللي غادي نزيدوا عليه كونفيتور ديال الليمون صنع منزلي. راني شاركت معكم الريسيبي ديال هذا الكونفيتور هذا. المهم غادي نوريكم في الاخر لا تيكستور ديال طريقه التحضير ديال. المهم بالنسبه للخليط اللي غادي نسقيو بها لا طارت غادي نحتاجوا فوالا. هذا هو الشكل النهائي بعد ما كملنا التستاف ديال التفاح. دابا غادي نديوها للفران على درجه حراره مرتفعه ونطيبوها، وان شاء الله غادي نوريكم الطريقه الشكل النهائي ونوريكم السيغو اللي غادي نسقي بها هاد لا طارت هادي. تابعوا معنا للاخر. فوالا بعد ما خرجنا لا طارت من الفران احنا ها هو السيرو اللي حضرنا، هذا هو السيرو باش غادي نسقيه. فوالا غادي نحاول نشدو لا طارت ونخليوها تشرب داك السيرو مزيان. غادي نسقيو بها بهاد السيرو وهي سخونه باش تشرب السيرو مزيان. فوالا كيفما كتشوفوا معنا بعد ما سقينا لاطارت بالكامل ها هو الشكل النهائي. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسوش انكم تضغطوا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا، وخليو لينا الاراء لتحت في لي كومونتير. اي وصفه طاحت لكم على بالكم تقدروا انكم تسالوني على طريقه التحضير، وان شاء الله في القريب العاجل نقدر ننزل لكم الوصفه. هانتوما كيفما كتشوفوا معايا غادي نعطيكم غادي نوريكم ان مورسو وتشوفوا ها من الداخل، يعني راه كتجي لا من الجنان حتى حاجه، كتجي زوينه وهيلثي. هانتوما كيف كتشوفوا رطبه وزوينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كي دايره، صراحه رائعه جدا.